السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة نو كومنتري جيمنج. إن شاء الله اليوم يا شباب راح أبلش أعمل تلخيص لأحداث E3 لإي بلاي. فياريت إذا عجبك المقطع تعطينا أحلى لايك، وإذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطينا رأيك، وأهم إشي تنشر الرابط في كل مكان عشان نوصل لأكثر عدد من الأشخاص. فيلا نبلش ونشوف فيه ألعاب جديدة. وأول لعبة معنا هي لعبة باتلفيد 5 أو باتلفيد 5، وأكثر إشي أعلن عنه هو في هذا العرض هو باتلفيد باتل رويال. طبعا باتل رويال احنا عارفينه زي فورتنايت زي ببجي، انه نظام انه اخر واحد ضل عايش يقتل الجميع. حكوا عن اشياء مجانيه راح تصير في اللعبه، لغوا الباتل باك انه الصناديق يعني تقدر تربح شغلات غيرك ما يربحها، وشو اسمه ورجون ايش في ليفولوشن. ليفولوشن كان موجود من ايام باتل فيد 4، انه تقدر تعمل تدمير خارق على العاده يعني بواقع لدرجه مش طبيعيه. طبعا اللعبه بتنزل 19/10 او 19 اكتوبر من السنه الحاليه. وتاني لعبة معنا ظهرت هي فيفا 19. أول إشي هو حكوا عنه في العرض هو إنه صار دوري أبطال أوروبا موجود بشكل حصري إكسلوسيف في فيفا 19. زمان كان موجود في بيس فقط، يعني حصريا كان في بيس، هذا الإشي الوحيد اللي حكوا عنه. واللعبة بتنزل في 28/9/2018. وتالت لعبة لليوم معنا هي Unravel 2. اللعبة تغيرت كتير عن اللعبة يعني الجزء السابق، بحيث انه ضافوا نظام جديد هو الملتي بلاير، صار تقدر تلعب انت وصاحبك. طبعا الشخصية الرئيسية هي تكون الاحمر، اضافوا الشخصية الزرقاء تقدر تلعب مع صاحبك، وهذا لا يمنع انه يكون في سنجل بلاير موجود. السنجل بلاير تقدر تلعب لحالك. اللعبة نزلت صدرت بعد انتهاء المعرض، فبتقدر تروح تشتريها، بتوفر الاكس بوكس والبي سي والبي اس 4. ورابع لعبة اعلنوا عنها هي NBA 19. طبعا كل سنة بتفاجئنا شركة EA بلعبة رياضية، فالسنة فاجأتنا بلعبة NBA 19. اللعبة تتوفر للبي سي والاكس بوكس بلاي ستيشن 4، ما عندي الصراحة اخبار عنها. انا بعرف انه راح تصدر في 7 سبتمبر 2018. وخامس لعبة اعلن عنها في المعرض هي سي اوف سيليتود. اللعبة بتتحدث عن بنت اسمها كيب، بتكون عايشة في عالم غريب ومخيف، تحولت لوحش، فاحنا نعيش التجربة ونعرف ليش هي تحولت لوحش. اللعبة راح تنزل في بداية 2019. واخر لعبة اعلنوا عنها هي لعبة انثم. اللعبة هي بالنسبة ل EA بالمعرض كانت هي اللعبة المنتظرة بعد باتل فيد 5، راح تقدر فيه للاكس بوكس والبي سي والبي اس 4. حسب قول المطورين ان اللعبة بتقدر تلعبها سنجل بلاير وتقدر تلعبها ملتي بلاير، بس يفضل ملتي بلاير، المهمات هيك تحتاج. الصراحة لسه ما جربتهاش، ان شاء الله بجربها، لان متحمس لها ومتحمس اكثر لباتل فيد 5. تنزل اللعبة في 22 فبراير 2019. واخر اشي بعم تحكي على اشتراك اورجن اكسس بريمير، هذا الاشتراك نزل جديد. اذا اشتريت اي لعبة جديدة مثل باتل فيد 5، هذا بيتيح لك انه تقدر تلعبها ابدر من كل، تقدر تختمها وعادي، تقدر يعني تتمشي في المهمات وتعمل سينكرونايز عادي جدا. فيها مزايا اخرى مثل التخزين على السحابة، سعر حوالي $100 في السنة، فبنصح الكثير من الناس يشتروها. وياريت تخبرونا في قسم التعليقات ايش هي اللعبة اللي اكثر اشي تحمست لها، وياريت زي ما قلت في بداية الحلقة تحطوا لايك وتعطونا اشتراك وتنشر الفيديو في كل مكان. والسلام عليكم.